على تليفون دلوقتي معانا الكاتب الصحفي صلاح عامر، مسؤول ملف التمويل بجريدة الدستور. أهلا بيك أستاذ صلاح. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بكم جميعا والسادة المشاهدين. دلوقتي احنا هنسأل حضرتك في جزئين، ما هو متعلق بحذف المتوفين وتنقية بطاقات التموين من الأسماء اللي غير مستحقة أو الأسماء الوهمية اللي مش موجودة، وأيضا كمان جزء ما هو متعلق بالمسافرين خارج البلاد، ده فيما هو متعلق ببطاقات التموين. هذه الإجراءات يا فندم تم ضبطها فعليا؟ التنقية وصلت دلوقتي لمرحلة جيدة نقدر نحن نعتمد عليها، قاعدة البيانات هل هي منضبطة الآن؟ نعم، يعني أحب أن ألفت السادة المشاهدين وحضراتكم جميعا أنه تم فعلا الانتهاء من قاعدة البيانات، وهي أكبر قاعدة بيانات تضم أكثر من 75 مليون مواطن مستفيد على البطاقات التموينية والخبز، وبيستفيدوا طبعا. تعلمي جيدا أن فاتورة الدعم ما زالت موجودة تمثل 86 مليار جنيه لم يتم تخفيضها على الإطلاق، سواء كانت هناك أول مراحل للمرحلة الأولى وهي تنقية البيانات من الأسماء المكررة وأزواج الصرف وحالات الوفاة والمسافرين للخارج لمدة تزيد عن 6 أشهر، نعم، سواء توعية من أصحاب البطاقات في بالنسبه لحالات الوفاه، وهو واذا لم يتم حذفهم يتم حذفهم بالتواصل مع وزاره الصحه والوزارات المعنيه، بجانب ان هناك جهات ممثله في الرقابه الاداريه وفي الانتاج الحربي، ووزاره التموين تقوم بمراجعه هذه البطاقات وفحصها، فاصبح اليوم لا يوجد اسم مكرر على الاطلاق، لا يوجد رقم قومي خاطئ بالتنسيق مع السجل المدني ومصلحة الأحوال الشخصية، لا يوجد حالة وفاة، سواء طواعية الناس بتتقدم بطلبات لحذف هذه الحالات من خلال باب التظلم مفتوح، يعني باب التظلمات مفتوح بتنقية البيانات بحذف الحالات المكررة، وده هيتيح لينا فرص لإضافة أشخاص آخرين، هيخلينا نستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا والأسر الفقيرة لتدخل في الاستفادة من الدعم اللي احنا بنقول عليه ده، سواء دعم خبز أو تموين، ده 125 جنيه، يعني 50 دي بطاقات التموين و75 دي الخبز الذي يمثل هذه المناضلة. هذه التنقية يعني أصبح دلوقتي حاليا ما فيش عندنا أسماء مكررة، ما فيش يعني حالات الوفاة طبعا بيتم حذفها أول بأول، بيتم تنقية البيانات بصفة مستمرة، ما فيش أرقام قومية خاطئة، دي قاعدة بيانات حقيقية لإضافة الأسر الفقيرة والأسر الأولى بالرعاية اللي قلت عليها مسبقا. نعم، ودي مرحلة من ضمن المراحل، ليست هذا هو نهاية المطاف، ولكن يعني هناك مراحل أخرى كمان لضبط العملية أكتر كمان. نعم، وسوف يعني أكشف لكم هذه التفاصيل المهمة اللي اتجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع بالتنسيق طبعا مع لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وهي بتضم طبعا وزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات، هذه الوزارات كلها بتحددوا مؤشرات. احنا قلنا الاول مرحلة للاستبعاد او حذف حالات غير المتحققة، اولا تكلمنا عن تنقية البيانات وحذف حالات الوفاه والاسماء المكرره والارقام القوميه، يعني نعم. تعلمي جيدا قبل هذه المرحله مراحل تنقيه البيانات كان واحد يحمل يعني كان في 30 بطاقه برقم قومي واحد باسماء مختلفه، تخيلي بقى كانت هذه المرحله، كنا في مرحله من العشوائيه
غير المنظمه. اصبحنا دلوقتي في مراحل. طب هنا بقى استاذ صلاح، يعني معنى كده ان الاعداد تقلصت جدا، المستفيدين من منظومه يعني التموين وما الى ذلك اصبحت الاعداد اقل كتير عن طبعا الاول، فبالتالي الخدمات هتزيد او السلع هتزيد على البطاقه، نتوقع ده في بعد كده بقى كاجراء. طبعا حضرتك، يعني انا يعني قبل هذه المشهد اللي حضرتك تحدثت عنه ده يعني اتي حالا، دي ان احنا كان في مرحلتين. المرحله الاولى اللي هي مؤشرات حذف غير المستحقين للدعم، اللي هو اللي بيستهلك كهرباء 1000 واط 1000 كيلو واط، اللي بيستهلك فاتوره محمول 1000 جنيه في الشهر، اللي عنده مدارس أجنبية ومصاريف للطالب الواحد 30000 جنيه، لأصحاب السيارات الفارهة وموديل 2000. دول ما مش مستحقين دعم خالص، دول مش عايزين دعم، دول هم يدعموا. طب أنا عايز أقول لك على حاجة بقى يا فندم، الجزء الثاني من الخبر، لأن طبعًا إحنا وقتنا ضيق، هو تخفيض وزارة التموين أصدرت قرار بأنها ستخفض سعر اللحوم الطازجة ل 85 جنيه بدلًا من 95 جنيه اعتبارًا من الغد. إيه بقى الحكاية دي؟ وانضباط ده هيمشي ازاي بقى يا استاذ صلاح؟ بص حضرتك، احنا بنتكلم على حوالي 3000 مجمع استهلاكي وتعاوني منتشر على مستوى الجمهوريه. نعم. بيمثل شركات الشركه العامه لتجاره الجمله، والشركه المصريه لتجاره الجمله، وشركه النيل المجمعات الاستهلاكيه، وشركه اسكندريه المجمعات الاستهلاكيه. نعم. هذه الشركات تعتبر ذراع وزاره التموين، الشركه القابضه اللي هي امانه الميزان. فطبعا هذا القرار تم اتخاذه بناء على ان تم تخفيض الاسعار من 90 جنيه بقت ب 85 جنيه من اللحوم الطازجه، وتم تثبيت سعر اللحوم البرازيليه عند 60 جنيها، والدواجن المجمده البرازيليه ايضا عند 37 جنيه. ده كان حاجه كويسه جدا. ليه؟ انت تعلمي جيدا اسعار اللحوم بدات تتراجع، اللحوم البلديه عن 120 و110 بعد ما كانت تقفز الى 140 و150 جنيه للكيلو. نعم. فأصبح ده كل المتشابه، حتى برضو الجهاز يعني منافذ أمان تبع الداخلية هكذا. يعني عملية التخفيض دي هي عملية للضبط ولا الـ يعني الـ العملية ذات نفسها، أو صناعة اللحوم عندنا في مصر والدواجن، أصبح مثلا في تخفيض في مثلا في الأعلاف، في نظام تغذية الحيوانات بقى، يعني بقى الأمر ماشي كده، ولا هو عملية ضبط فقط؟ هو ضبط على الاسعار. يعني ما احنا تعلمي جيدا، احنا قلنا دي يعني تدخل وزاره التموين من خلال الشركه القابضه وشركاتها التابعه ليها بتخفيض سعر اللحوم، ده يؤثر ايجابيا. تعلمي جيدا ان احنا عندنا فجوه بين الانتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك حوالي 65%، يعني احنا بنستورد 65% من بره، يعني فاهمه ازاي؟ ففي تعاقدات مستمره مع وزاره التموين للحوم السودانيه الطازجه، وعندنا احتياطي وارصده تكفي حتى نهايه عام 2019، ولذلك تم تخفيض الاسعار بناء على ضبط المنظومه بما فيها شهور يعني الاستهلاك الاكبر، زي شهر رمضان، زي الاعياد، عيد الاضحى. نعم. هذه هي وسائل لضبط الاسعار واعاده الميزان في الاسواق المحليه ومنع انفلات الاسعار في الاسواق. الاسعار يعني ايضا كمان قابله للهبوط في الفتره اللي جايه يا استاذ صلاح؟ اتوقع ذلك تتوقع تنخفض خلال الفتره المقبله. طبعا احنا داخلين على شهر رمضان، وده فيه بيبقى اعلى معدلات استهلاك 3 أضعاف عن المعدلات المعتاده. وطبعا ده مهم جدا خلال الفتره المقبله، ومواجهه ارتفاع الاسعار لاي سلع اخرى بهذه الوسائل. دي اخبار جيده جدا يا استاذ صلاح، لان حضرتك عارف ان بالنسبه للحاله الاقتصاديه في مصر اسعار اللحوم بتعتبر بورصه، وعليها مؤشرات تقاس حاجات كتيره قوي في حاله المواطن المصري. فطبعا ده خبر كويس جدا، وزي حضرتك ما بتقول بتبشرنا بان برضه هناك يعني المؤشر سيهبط ايضا كمان في سعر يعني اللحوم والدواجن في الفتره المقبله فوق هذا الهبوط. فان شاء الله طبعا نستبشر خير بالايام القادمه. بشكرك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي صلاح عامر، مسؤول ملف التموين بجريده الدستور. شكرا يا فندم لحضرتك.